اهلا وسهلا بكم، منوره فعاليات مس نايل. بنورك، تسلم لي. تعرفناش بيك. اسماء بكر من المغرب. ايه سبب قدومك الى مصر؟ والله الفن والميديا بقى، وانا بعشق مصر من وانا صغير، وبعشق الشغل في المجال ده في مصر تحديدا. بس يلا اديني في مصر بقى قاعده ومربعه. ايه خططك في المستقبل؟ بتخططي ليه؟ والله بخطط ادخل للتمثيل ان شاء الله. حضرت نفسك كويس؟ خدت كورسات؟ استعديتي؟ لسه هدخل ورشه، هدخل ورشه 3 شهور كده وان شاء الله خير. شايف ان جمالك هو بوابه العبور؟ لا طبعا، انا لو بشوف جمالي ما كنتش هدخل اعمل ورشه ولا افكر اصلا. انا اساسا كنت بعمل مسرح، بشتغل موديل وكده، بس بشوف انه الورشه حاجه ضروريه. شايف ايه الصعوبه اللي هتواجهها الفتره الجايه من وجهه نظرك؟ شايفه صعوبات. ابرزها؟ يعني انت عارف المجال ده صعب شويه، ف يعني الحمد لله نخليها زي تيجي زي ما تيجي. في رايك ليه المراه المغربيه دايما بتحظى بحب واهتمام كل العالم العربي؟ عشان المراه المغربيه، بص كل النساء العالم حلوات، بس المراه المغربيه يعني سبحان الله بتعرف تقدر اللي قدامها، سواء كان راجل ولا ست ولا، وبتعرف تتعامل. امراه ناجحه يعني حلوه طبعا. لا بتعمل سحر، بيقولوا بتعمل سحر، هل بيعلموا سحر؟ والله كل دي خرافات والله العظيم، ما هو الناس كلها بتسحر يعني جمالها باخلاقها، بس الحاجات دي خرافات. في ناس بيعملوا وفي ناس لا، بس مش معنى كده انه احنا نحكم على الشعب كله. لا. نفسك تمثلي مع مين في مصر؟ محمد رمضان، ياسر جلال. في الستات صراحه بحب غاده عبد الرزاق، منى زكي، يعني في ناس كتيره. بص الناس كلها بتحقد على فكره، يعني دايما بتلاقي عندك حقود، فاكيد اكيد كل الناس عندها حقود، ما بالك يعني واحده حلوه فاكيد هيكون في حقود. مين اكتر حد بيدعمك في مشوارك حاليا؟ والله اختي كوكي، وعيلتي طبعا، واصدقائي اللي هنا في مصر، اخواني يعني اخواتي. طب ليه ما حبيتيش تبداي في مصر، تبداي في المغرب مثلا مجال التمثيل، وبعد كده تيجي مصر كاكتر؟ انا اول ما ابتديت الموديلينج اساسا جيت مصر على طول، فعجباني البلد من وانا صغيره بعشقها. في المغرب لا، انا بشوف نفسي في مصر بس. مصر ام الدنيا. التشابه بين مصر والمغرب في متشابهين في كل حاجه، في الطباع، في الاخلاق، في نمط العيش بصراحه، في طريقه الضحك يعني. هل هتلجئي ممكن للاغراء لو دور فيه اغراء ممكن تقبليه؟ لا. ليه؟ اغراء عادي اوكي، بس حاجه عريانه اوفر وبص واحضنوا الحاجات دي، لا انا ضد. ليه يا فندم ليه؟ عندي عيله ورايا، ما اقدرش ما اقدرش. اللكنه ازاي اتعلمتيها بسرعه كده؟ لا انا كنت عايشه في مصر قبل، بالعكس انا تاهت مني اللهجه شويه، عشان رحت المغرب قعدت سنه ونص ورجعت، اللي هو شويه ابتديت ارجع اللهجه شويه يعني. تحياتي لكم. ربي يخليك، شكرا.